جدة التاريخية مدينة جداً قديمة، مدينة عمرها أكثر من 3000 سنة. بسم الله. إيش أقدم مبنى موجود هنا؟ هنا البيت هذا عمره أكثر من 400 سنة. تاريخ أول مرة اتقابلته كذا فيس تو فيس. 22/2/2022. زوجي مفهوم مين؟ أنا وراكم عشان أحميكم. أهلاً سارة. حبيبتي من زمان عنك. وين رحت انت وكيف حالك؟ كيف حالك؟ اهلا كيفك؟ شو اخبارك؟ كيف جد معاكم لمن دحين؟ كل شيء تمام؟ حلوه في ناسها صراحه. ممتازه ممتازه جميله. ايش هذا الحلاوه ما شاء الله تبارك شين. كلنا شين اليوم. تفتح النفس كذا. احنا دائما لما نسافر نحب نشتري قطع من شين، عندهم كل شيء والعروض عندهم تجنن ودائما اون ترند. ايش رايك؟ شايفه انا شايفه بعدين بتلبسي الطقم على طول. جاي العبايات هي اهم حاجه عشان يو نو دائما بس ملابس ملابس، بس الحين حتى العبايات صار نظارات نظارات. يا فمره يو لوك نايس، وان شاء الله حناخذ صور مره كثير حلوه عند اكثر الاماكن. متحمسين نشوف كل شيء. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو. الحين احنا في وسط البلد جدة التاريخية، حنبدأ من هذا البداية من الدوار ونستكشف كل المناطق. بس طبعا عشان يساعدنا في الاستكشاف معنا الأستاذ عبير، حتخلينا ناخذ المناطق المميزة ونستمتع فيها وناكل. يا اهلا وسهلا بكم في جدة التاريخية. يشرفني اكون مرشدتكم اليوم. جدة التاريخية مدينة جدا قديمة، مدينة عمرها اكثر من 3000 سنة، ومسجلة في اليونسكو من 2014 ضمن 6 مناطق في المملكة، كلها مبنية بالحجر المنقبي اللي هو الكورل ستون. البوابة هذه كانت أحد البوابات، 6 بوابات وسور، الأساس حقه موجود هناك. اتبنى عام 1505 لحماية جدة التاريخية من غزو البرتغال. والآن راح ندخل ونكتشف مع بعض جدة التاريخية. اتفضلوا من هنا. أهلا وسهلا. احنا هنا في حارة الشام، احد حارات المنطقة التاريخية. البيوت اللي على يمينكم وعلى يساركم عمرها 150-170. لاحظتم اكيد انه في عدة الوان. اللون البني هذا الخشب الطبيعي، اللون الازرق في السبعينات امين جدة راح لتونس سيدي بو واعجبوا هذا اللون الازرق حق البحر الابيض المتوسط، فاذن للناس انهم يضربوا بيوتهم الرواشين والابواب باللون الازرق. اللون الثالث ايش تتوقعوا؟ البيج. احنا حكينا بني ازرق واخضر، اللون المملكه العربيه السعوديه. صحيح. بني وازرق واخضر، والمكان جدا جميل والشارع واسع. وتفضلوا نكمل الجوله. في حارة المظلوم فيها محلات أقمشة. زمان ليش فجأة فتحوا محلات؟ في السبعينات لما كله خرج أمين جدة شاف إنه الناس بتخرج، خاف إنه المدينة تصير فاضية، فأعطى إذن للناس إنهم يفتحوا في مداخل بيوتهم دكاكين. إيش كانت التجارة الرائجة في ذلك الوقت؟ الأقمشة. فانتهوا إنه كلهم يفتحوا محلات أقمشة، فصار أكبر سوق لبيع الأقمشة في الخليج على مستوى الخليج، ما بتكلم على مستوى المملكة، هنا في سوق الجامع. إيش أقدم مبنى موجود هنا؟ أقدم حاجة موجودة لو تطالعوا من هنا
هنا عندكم مسجد الشافعي، مسجد تبنى أكثر من 1000 سنة وتم إعادة بناؤه 3 مرات. حالياً في هذه الزيارة هذه المنارة، لو تلاحظوا أعلى المنارة دائرة وليس هلال، الدائرة بتظهر لنا عمرها، هذه المنارة عمرها أكثر من 810 سنة، والصلاة ما زالت تقام في المسجد. المسجد جداً جميل، في من أجمل الأبواب اللي موجودة، باب عمره أكثر من 500 عام من خشب التيك، ولسه حوريكم أشياء تانية. اتفضلوا. يا أهلا وسهلا فيكم. والآن إحنا وصلنا لأجمل بيت في المنطقة، بيت نصير. البيت عمره تقريباً 155 سنة، قصر ما في شيء على يمينه على يساره، استغرق بناؤه عدة سنوات بالحجر المنقبي. أهمية البيت أيضاً تكمن إنه الملك عبد العزيز رحمة الله عليه لما جاء من الرياض نزل في هذا البيت عام 1925 لمدة سنتين، لقبه ملك الحجاز سلطان نجد. البيت جميل، الدرج جوا الناس تقدر تطلع برجلها بالحصان أو حتى الجمل يطلع يطلع المونة لفوق. تخيل كيف الجمل. هل تقدروا تتخيلوا الشجرة؟ هذه شجرة النيم، كم عمرها تقريبا؟ يعني 120 سنة؟ 130 سنة. ما غشاش والله ما بعد. ما بعد بالفعل. أشجار النيم ميزتها إنها ما تحتاج موية كثيرة، تعطي ظل كثير، طاردة للناموس وتعالج الأمراض الجلدية. هي تقريبا صيدلية متحركة. ما شاء الله. مرة حلو. والآن حنكمل مع بعض على سوق العلوي. اتفضلوا. سيد فضلك. هذا سوق إيش؟ هنا سوق العلوي. الآن راح أوريكم بيت من أقدم بيوت جدة التاريخية. هنا البيت هذا عمره أكثر من 400 سنة. اللون البني ماخذ منه هيك طابع جميلة. هذا أتوقع الناس يقدروا يشوفوه من جوا كمان. صحيح صحيح صحيح. وفي ريحة حلوة هنا في السوق. ما شاء الله عليك. هذا القصب بالليمون من الأشياء اللي مشهورة في جدة التاريخية، الخليط مع بعضه رائع ويخلي الواحد فريش. تعزمين أو لا نعزمك؟ لا ضيوفنا. يا مرحبا بكم. يا أهلا وسهلا. يلا تعال تفضلوا. طيب إحنا كل مرة يكون عندنا ضيف لازم نسوي تحدي، بس بما أننا هذه المرة بس بنستكشف وبنتفرج فحسوي لكم تحدي. بس هسألكم كذا سؤال، وكل سؤال عليه 500 ريال تاخذوا اللي تبغوه من شأن. ممتاز. يعني استاذ عبير شرحت كويس فاتوقع. طب كويس. سو 500 عندنا هنا 1500. انت تخيلي يعني 1500 من شأن قد ايش حتقدري كل شيء راح اشتري الموكر كامل. بالضبط. فخلاص حديكم 3 أسئلة وبعدها هعطيكم 10 دقائق تروحوا تشوفوا الجواب. اول سؤال، كم عمر منارة مسجد الشافعي؟ اوكي احفظ. أوكي. وكم لون للرواشين في بيوت جدة التاريخية؟ الرواشين اللي هي الشبابيك. وكم عمر شجرة بيت نصيف؟ أنا بعرف ثنتين من الأسئلة. أوكي. 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 الثالث حتروح، عاديكم 5 دقائق. خمس دقائق. نروح نشوف. بما إنكم تعرفوا. أوكي. خلاص؟ أوكي. يلا انطلقوا. في الأجوبة. بالضبط. أيوة باقي لكم كان 20 ثانية وتقفل. أوكي. On time. So أول شيء نسألكم السؤال الأول، كم عمر شجرة بيت نصيف؟ تحبي تجاوبي؟ أنت 130 سنة. 130؟ نعم. أوكي. متأكد. طيب هذا السؤال يصير كذا عندكم 500. 100% الجواب صح؟ أيوة. أوكي. 500 ريال. أنتوا أريد عندكم 300 في بداية الحلقة، فالحين 800 ريال. أوكي. السؤال الثاني. كم عمر منارة مسجد الشافعي؟ 810. ما
شاء الله جايبينها اكيوريت. طيب كم لون للرواشين في بيوت جدة التاريخية؟ مع بعض نبدا باي لون؟ الازرق. الله 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 الاخضر الاخضر. خلاص ممتاز. سو خلاص عندكم الان 1800 ريال. الف مبروك. يعني تتهنوا فيها ان شاء الله. جهزنا. تاريخ اول مره اتقابلتوا كذا فيس تو فيس؟ 22/2/2022. جبتها والله جبتها. اول شيء سالته في سناب شات جايز فين اصعب سوشيال جد؟ سكرت اللعبه لون خلص. اوكي راح يبدا. انا تبغى يعني شوفوا تقدر تدخل اي لون ابيض او اسود. لازم دائما من هنا من هذا. ايوه هذا الخط حق يزن كفو. اوكي شوفي سمبل بس كذا تعملي. طبعا هاي اللعبه اسمها كيرم. كيرم ايوه هذه لعبه من زمان يعني شيء كلاسيك لنا اليوم. هي قريبه للبلياردو. تعرفي كيف البلياردو الكوره البيضاء؟ ايوه عادي ادخله باي مكان. ايوه صح؟ اي مكان قدامك. يلا واجرب لكم لعبه ثانيه. اوكي جاهزين. بس هذه المره لعبه قيمه. ايوه هذه المره بيكون عليها فلوس حقيقي. حلو. كل سؤال ب 100 ريال. حتكون اسئله عن يعني علاقتكم وعن اشياء كذا مثلا تجارب انتم سويتوها او شيء زي كذا. بس كيف حنلعبها؟ انه اول شيء انت حيكون عندك ورقه. حلو. وانت ورقه. تمام. اوكي. حلو. كذا عشان هذا بعدين انا حاسال سؤال. ايوه راح نسال سؤال. كل واحد يكتب بدون ما يشوف. أوكي. بدون ما توري بعض الجواب. يعني ضروري تشوفوا انه الخط تاعنا. لا هي ما يبي حتكون اهم شيء جاهز يزن في نمبرز ان شاء الله. طيب يلا ممكن هذا يكون سؤال سهل بس ايش هو تاريخ زواجكم؟ اكتب يعني؟ ايوه اكتب يعني وكذا فوق عشان ايش نخلي مكان في الورقه. اوكي يلا show me your answer. نحكي مع بعض. يلا قوليها. اوكي 22/2/2022. الله يس. وجت بالصدفه. ما كانت مخططه ابدا. مره حلو التاريخ بس مره سهل. خلينا نصعب اكثر. اوكي استنوا اجيب لكم التاريخ. تاريخ اول مره اتقابلتوا كذا فيس تو فيس. اتقابلتوا يعني في الحقيقه؟ احنا تقابلنا بمركز ثقافي بالخبر الشرقية. أوكي. بالمكتبة اسمها إثراء. اوكي اعرف إثراء. ايوه يس. الله كانت احلى صدفة. انا كنت ادرس هناك اسوي بحوث اللي علي. فجأة شفته وشافني وصار ملك القراءة. كل يوم صرت اروح اقرا. كل يوم يعني مبين. حبيت القصة. بروح إثراء. روحي إثراء. ايش اكثر اكلة اليوم تحبها وايش اكثر اكلة يزن تحبها؟ انا جوابي جاهز. انت جوابك جد جاهز كل يوم اقول لك. يعني تعبت انا قد ما بروح على المطاعم بدل ما احكي ايش بدنا ناكل اليوم صرت احكي وين بدنا ناكل سوشي اليوم. سوشي ايوه انا لسه جوني كنت بقول لك سوشي. انت عرفتي اول شيء سالته في سناب شات جايز فين اطعم سوشي بجده. بالضبط وين ممكن ناكل سوشي اليوم صار هذا السؤال. اوكي طيب يلا ايش جواب يا يزن؟ انا كتبت منسف. الله نشمي. تاريخ ميلاد ابنكم زوزي؟ ايوه يعني تاريخ ميلاد زوزي سهل. سو كم؟ 19/1/2023. يا عمر العمر كله يا رب. دحين 4 شهور. يا 5 4 قرب على النص. 4.5. خلاص كل الاجوبه تعرفوها. خلصت اوراقي. شكرا. ما عليك اخذت 500 ريال. طب مين اللي يحب ياكل اكثر عشان انا جيعانه؟
كلنا كلنا شكلنا كلنا حتى التيم كامل اللي وفرنا. يلا بسم الله يلا خلينا نروح. صراحة أنا مصدومة بالمكان، جدا جنن، سيتي ووكي جنن. أوكي. أطلب لك أكل مكسيكي اليوم يعني. واو. فينا. الله. بسم الله. وين زوجي؟ مين؟ انا بشرح لكم المنطقه. الله اوكي بدايه موفقه. بسم الله ما شاء الله. ايوه طيب تعالوا ندخل من هون. حيكون عندنا ثلاثه اماكن. اوكي المستشفى وكذا محطات، فاحنا حنجرب واحد واحد. مش بيت رعب، بيوت رعب. بيوت رعب ايوه. حلو. اتوقع المبسوطه الوحيده حتكون اليوني. جابتنا على احلى مكان جدة. صح بيوت رعب الوحيدة المخصوصة. استقبال مرعب. الله يعطيك الف عافية يا رب. ايوه فخلاص جاهزين نكتشف. يلا تعال. اوكي مبلغ على الخوف. ممتاز. انت كيف مع بيوت انا اكرهها بس بس ابغى 700 ريال. ايش سوي؟ يلا ليتس جو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لازم احافظ على رجولتي معاكم. كيف حالك؟ انا هاي الشغلات ما بعمل فيها. اوكي تعالي حبيبي. لا الامور تمام. الله انا خفت والله خفت. انا وراكم عشان احميكم. بسم الله. لا بسم الله ما شاء الله. لا ما اقدر اوكي اوكي ما تخوفني لاني شفتك اوريدي. لا لا بليز لا معلش اخر شيء سحبتي علينا. خلاص المفروض انت اول وحده تكوني معانا. شوفوا انا مشيت لكم الاول الثاني عشان كنت متخبيه وراها. اما تحطوني في المقدمه انت احنا ضيوف لازم انت يعني اهو ضيوف تفضل نحتمي فيك. الله يحييك. بطلب لك اكل مكسيكي اليوم يعني لازم تسكتيني يعني لازم تسكتينا. صراحه انا مصدومه بالمكان جدا جنن. سيتي ووكي جنن صراحه. الرؤيه اللي ماشيين فيها رائعه. صرنا نشوف المشاريع يعني تتحدى الأماكن اللي بره. صح. فمملكة العربية السعودية وبركز كلمة العربية لأنه هي بتمثلنا كلنا كعرب. صراحة اللي بتعملوا إشي كتير كبير ونفتخر فيه. مرة مرة أنا مبسوطة بهذا الشيء وبالذات إنه من جد يعني كل الناس من الخليج ومن برا كلهم بيجوا الحين. جد كل شيء اختلف. أنا صراحة مرة فخورة لأنه
قبل مثلا لما كنت ارجع على بيلاروس واقول لهم انا من السعوديه او جايه من السعوديه إيه. كانوا يقولوا لي اه دبي آه. الحين صاروا يقولوا لي الرياض جدا دمام تغير الوضع كليا كمان حتى الفيز لما قدمنا على الفيز يعني طريقه كثير سهله يعني أيوة. الواحد صار يقدر ياخذ قراره بنفس اليوم أيوة. يلا بكره السعوديه خلص بطل يفكر انه بده يقدم صارت تطلع بنفس اللحظة. كيف كانت العملية؟ كانت تاخذ تقريبا اسبوعين يعني مع تقديم تقديم معاملات بس هلا صار مباشرة يعني الواحد صار يقدر ياخذ قراره على طول. ثلاث ساعتين حجزنا وكتبنا وكنا موجودين مباشرة. ايوه لأن الاستقبال بالمطار يتجنن اول ما دخلنا حسينا انه جد هذه السعودية. كل مدينة لها نكهة خاصة فيها. انتوا جيتوا جدة والرياض وايش كمان زرتوا قبل كذا؟ اكيد الشرقية احنا طول حياتنا بالشرقية اول مرة نجي جدة الرياض روحها كثير. انا مبسوطة انه كل اللي بعملهم دحين معانا كلهم اول مرة يجي جدة فانه تكون فاتحة جدة معايا خلاص يعني ان شاء الله بخليكم تحبوا المنطقة وتجوها دائما. صراحة جدة غير وبيبين أكتر بس نجرب الأكل اليوم. الحين المفروض كان إنه عندنا تحديات كثير بس بما إنكم خوفتوني ما أدري مين يخوف الثاني بس خلاص بعد الخوف أحس إنه ما أبغى فخلاص هناخد 700 ريال حق اليوم شكرا. دائما في تراضينا هي خلاص فدحين التوتل كله كل الأشياء من شيء أن نقدر نشتريها ونستمتع فيها. طبعا انتوا اللي فايزين فاستمتعوا انتوا بيها. احنا 3000 واليوم 700 عشان بس نكون بصراحة. لا التوتال صار 3000 مع اليوم. بس كويس ممتاز. حلو ناكد على الموضوع. ايوه شي ان تشتريك حلق 15 ريال فستان 100 يعدي. ثلاث كامل من فوق لتحت. تولي المهمة انتي ومالك. خلاص. الاوتفيت حقك يجنن طبعا. شي ان برضو لو سمحت. وانا كمان شي ان وانت شي ان. صراحة جد عندهم كل شيء العروض تجنن وشوفوا الرحلة كاملة وإحنا لابسين أحلى شيء. يس فخلاص يلا دحين أركز في الأكل لو سمحتوا. طيب إحنا يا جماعة خلصنا الأكل خلصنا شو حتى مخي بالأكل خلصنا التصوير وهلا ضل مهم هو الشيء الملموس. جاي وراك ها. أهلا وسهلا ومرحبا أصفرت وأنورت يا مرحبا. هلا حندخل بالكلام المهم. My name is Chef Pancho. I make this one for yours. Thank you so much. You are ready? Yes. Wow. So now I have the question. Who wants to say ah? Hey. Sorry. Yeah. Okay. So you are ready? Yep. You're ready. I'm fully ready. Okay. Thank you, enjoy. Thank you. لسه هذا أول شيء ترى يعني اللي هتجوبه بعد. جد استمتعنا أكثر مما توقعت. جد كل شيء عجبني. إن شاء الله مرة ثانية بإذن الله نسوي.